الاهلي يتقدم على سان جورج الاسيوبي 1-0 بهدف رائع لحسين الشحات في شوط اول. سيطر عليه النادي الاهلي من اول دقيقه حتى دقيقه 45. كان النادي الاهلي هو الاكثر سيطره والاكثر استحواذا والاكثر اهدارا للفرص. نروح لفاصل ونرجع نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم مستحق الشوط الاول النادي الاهلي والنتيجه متوقعه، بل بالعكس احنا يعني مع احداث الشوط توقعنا الزياده من النادي الاهلي. مبروك الشوط الاول، وباذن الله نتوقع الزياده في الشوط الثاني باذن الله. تعرف النادي الاهلي على امكانيات الفريق الاثيوبي، و واضح جدا الاستحواذ للنادي الاهلي من كافه الخطوط ومن كافه اللعيبه، واستطاع حسين الشحات فك الشفره بتاعه التكتل بوان تو عظيم وشكل فردي اجمل، ورؤيه للقرار اللي هو حط بيه الهدف، هدف جميل جدا. كنت بتسالني فرقه اثيوبيا بتلعب هتلعب ازاي بقى؟ 4-3-3 ولا 4-2-4-2؟ هم بيلعبوا 8-1-1 كويس؟ يعني تكتل، ما عندهمش اي، حتى لما بياخدوا كاونتر اتاك منك بيروحوا الناحيه الثانيه، ما فيش اي بلان لاي حاجه. تكون انت رجعت حتى وانت مضروب باثنين ثلاثه لعيبه، مفيش خطوره على مرمى الشناوي، فرقتك كلها في نص ملعبها. انا يعني بستغرب ان الكره لما بتتقطع كره من عندنا من فراوده انها مش بتاعتنا الثانيه كمان، فلازم يبقى التركيز والانتشار في اللعيبه اللي هي جايه من نص الملعب والديفندر اقوى من كده بكتير، على اساس ان لازم تخلص المباراه دي بهدف ثاني. والفرصه متاحه ليك انك في كل هجمه ممكن تجيب جول، هي مش عايزه اكتر من تحركات سليمه، مش عايزه اكتر من رؤيه. انا عاجبني امام عاشور جدا، محضر دايما كل كره بتجيله بباص طويل بوان تو بحاجات، مركز انه يلعب. الشكل الثاني بين اللعيبه في بطء سنه، في ديلي كده في انهاء الهجمه، كره عند هاني يمسكها في رجله مش تاك 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 تاك، يعني لمسه واحده اثنين الكره اللي تجري هتلاقي نتيجه تانية خالص. الحمد لله على الشوط الاول والزياده باذن الله في التهديف الشوط الثاني باذن الله. كابتن علاء، كما توقعت الضغط من بدايه المباراه للنادي الاهلي وحرص واسلوب دفاعي زاد عن حد من سان جورج. حتى بعد المباراه ما شفناش دخول، حتى بعد الهدف ما شفناش دخول لسان جورج لاجواء المباراه، ولا بعد الثاني ولا بعد الثالث ولا بعد الرابع. فروقات كبيره طبعا، هو دي امكانياته هيفضل يلعب على كده. بس هو بلا، هو ملوش شكل معين خالص يعني. حتى دفاعيا ما بيعرفش يدافع الدفاع، تقول لك فريق بيدافع، لا هو فريق مرصوص. بس يلام على لعيبه النادي الاهلي في اخطاء، اخطاء كتير جدا في التمرير. الفريق ده اما لو مرر لو بس يعني استحواذ كده صح وتمرير صح من رجل لرجل، انت كل شويه تبقى عند الجول. بس انت في مشكلتين، تمرير خطا كتير، وعايز تعمل حاجات بزياده خصوصا في التلت الاخير، عايز تخلي بزياده قوي. هم متكتلين، اي تكتل هعمل كده اطلع الكره وخلاص، انت فاهمني؟ انما لو يعني لو اللعب كله تخيل مثلا لمسه ولا لعبه وحركه، هتلاقي الموضوع غير كده خالص. لكن الفريق سهل، وان شاء الله الشوط الثاني ممكن يبقى 2 و3 كمان ان شاء الله. كابتن اسامه، شوط متميز للنادي الاهلي، يعني هو اللي كان مسيطر، هو اللي احرز هدف الفوز حتى الان، لكن كان في برضو اهدار للفرص. ممكن شفنا فرصتين ضايعين من كهربا ومحمد عبد المنعم، كان ممكن يزودوا السكور ل 3-0 الشوط الثاني. فكر مستر كورال والمدير الفني لسان جورج. مستر كورال هيستمر على الاسلوب دوت، هو كسبان 1 مش مستعجل على حاجه، والماتش ده كمان هو ماتش الذهاب يعتبر للنادي الاهلي، يعني الهدف ده بهدفين، فهو ما مش هيبقى متوتر ولا عنده ضغوط في اي حاجه، فهيلعب بنفس الاسلوب، مش هيغير دلوقتي، مش هيغير اي حاجه في الفرقه. بس هو هيطلب من اللعيبه ان زي ما انت قلت انها مع الاستحواذ ده تستغل الفرص اللي بتيجي. يعني فعلا كره كهربا شاطها برعونه شويه اللي طلعت فوق العارضه، وعبد المنعم كان متاكد ان هي جون اللي برضه كهربا لعبها له وحطها بس اتجاه جسمه كله كان بره، بس كان بره، فكان كورتين سهلين قوي. انا عجبني حسين الشحات، بيتحرك كويس، تحس عنده خطوره، وحتى الكره الجون اللي جه ما كانش ينبئ
ان في حاجه خطر، بس هو نقلوها هو وامام ومعلول، دخل من بين رجل المدافع وحطها ببطن رجله بثقه قوي على شمال الحارس، يعني هدف صراحه حلو جدا يعني. فالنادي الاهلي مسيطر على تماما على اللقاء. فرقه سان جورج، سان جورج بتحاول تدافع ولكن ما عندهاش اي تحولات هجوميه. ما هو انا هفضل حتى بعد الهدف، حتى بعد الهدف يعني انا بدافع عشان بعد كده لما استحوذ اعمل هجمه. ما تحسش ان عندهم انياب حقيقيه يعني. صحيح. فهنشوف الشوط الثاني هل هيفضلوا ولا هيفضلوا على الريتم ده او الشكل ده، ولا هيبتدوا يجسفوا شويه في الهجوم. لكن الاهلي هيستمر زي ما هو، وبعد تلت ساعه ولا 25 دقيقه ممكن يبتدي يغير بعض الناس اذا باذن الله. اخيرا كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول واللي ممكن يحدث الشوط الثاني من النادي الاهلي ونادي سان جورج. هو اولا شوط اقتصاد في الجهد من النادي الاهلي، وشوط الاستحواذ الهادي برضو من النادي الاهلي، وشوط مهاره حسين الشحات. يعني الثلاث حاجات دي هي اللي عنوان الشوط الاولاني. يعني ايه معنى الاستحواذ الهادي؟ انك انت ما بتعملش جهد، التحرك بيبقى فيه بطء شويه، ده اللي مطلع ان الباص بيبقى فيه بطء، فانت بتعمل الاستحواذ الهادي اللي هو بتوفر جهد ولكن بتخلي الكره هي اللي تلعب كتير قوي. اما الحته الاقتصادي بقى في الجهد كمان، علشان انت بتلعب خصم بيلعبك في حوالي 30 ياردة اخيره، فانت بتتكلم على الانطلاقات من الخلف والمساحات الكبيره ما في مش هتلاقيها. يعني تلاقي اكتر لعيب عمل له 15 متر. احيانا لما بتلعب فرقه بتهاجم وبتدافع عليك، فانت لازم بتعمل لك 30 متر 40 متر عشان ترجع تدافع وبعدين تهاجم تاني. لكن ده الاقتصاد في الجهد، وده الهدوء في الباص. اما اليسر الشوط الاول هي الاكتر يعني علشان شغل من الناحيه الهجوميه، خصوصا من ناحيه طبعا علي معلول، بعكس الناحيه الثانيه. يعني انا شايف ان بيرسي قافل جدا على محمد هاني. لا، محمد هاني قليل جدا لما بيطلع. هو اللي انا عايز اقوله لك، مدرب سان جورج ما عرفش النادي الاهلي كويس. يعني احيانا انت بتتفرج على النادي الاهلي في كل، اي حد يعرف ان الجبهه الشمال للنادي الاهلي بعلي معلول وحسين الشحات، ايهما بيلعب مع علي معلول فلازم بتبقى هي الاخطر. هو ما فيش كثافه عدديه من سان جورج هناك، يمكن الكثافه العدديه عاملها بطريقه خطا، هو لازم تبقى فيها توازن. لكن تواضع مستوى التكتيك بتاع فرقه سان جورج، التواضع بتاعه مخليه ان النادي الاهلي حتى مش عايز يعمل الجهد الكبير. وده فكر النادي الاهلي. اولا انت لازم بتطلع تدرجي، بتطلع سنه سنه، انت راجل عمال يعني يدي اللعيبه. يعني عشان كده انا لما كنت بتكلم معاك في البدايه وعلى ان احنا يريح ازاي ويلعب لعيبه كتير، ادي فرصه كويسه في مباراتين في وقت من الزمن كويس في بدايه موسم يقدر يشتغل عليها فنيا. يعني ممكن يلجا للدكه الشوط الثاني؟ هو لازم يرجع للدكه من البدايه؟ مش من البدايه، هو لازم يقسم الوقت شويه، يدي للناس اللي عايز يديهم في اماكن هو عايز يخلقها لهم. من وجهه نظرك مين؟ يعني انت بتتكلم على الاحتياطي بتاعنا في احمد عبد القادر، هو قفشه وعبد القادر وكريستو، ممكن تلاقي كريستو النهارده هتلاقيه بياخد، وصلاح محسن. يعني انا اتمنى ان هو يدي لصلاح محسن النهارده، عشان صلاح محسن يدخل في اجواء المباريات، لانه هو محتاج مباريات كتير. صلاح محسن لعيب كبير، واحنا محتاجين كهداف مع كهربا، فيجب ان هو ياخد، وكريستو اكيد لازم ياخد عشان ياخد ثقه كمان باذن الله ان شاء الله. كابتن شريف، تتوقع اهداف الشوط الثاني؟ باذن الله طبعا، بتوقع ان المباراه تخلص الذهاب والاياب الشوط ده من النهارده باذن الله. الامور كلها وضحت بالنسبه للاعبين على اساس شوفك من الجهاز الفني. ايوه. الامور وضحت للاعبين نفسهم جوه الملعب. لكن زي ما انت قلتوا لازم يحصل حاله تغيير. ناس قاعده بره بتتفرج اكيد حاسه ازاي لو نزلوا الملعب ممكن يكون عندهم حاله التهديف من اي زاويه. كابتن علاء. لا، الاهداف اكيد هي هتيجي الشوط الثاني. هو اكيد كولر مش راضي على 1-0 مع التواضع على مستوى الفريق الاثيوبي. هو اكيد هيحس ان هو عايز اهداف اكتر، عايز سرعه اكتر في الاداء، خصوصا في التمرير، وده يتحرك من غير كوره كتير قوي. ممكن يفرق معاك تغيير عبد القادر لو فكر فيه من بدري شويه، ومحتاج صراعات قدام كمان يا ايمن، هي ده المطلوب دلوقتي. كابتن اسامه، ان شاء الله في اهداف الشوط الثاني باذن الله. بس زي ما انت قلت فعلا ملحوظه ان امام وحسين ومعلول موسعين لبعض اللعب افضل من ناحيه ديانج وتاو وهاني. هاني عامل جهد كبير، بس فعلا تاو وديانج
قافلين على بعض الجنب اليمين، مش ما فيهوش حركه، لكن اعتقد الشوط الثاني ممكن يبقى الحركه افضل باذن الله. ربنا كابتن عادل، يعني انا شايف تتوقف على مدرب سان جورجي، لو غامر هي النادي الاهلي يجيب اهداف كتير قوي. بس نتمنى ذلك ان شاء الله، كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي محافظ على الفوز وزياده رصيده من الاهداف. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.